ترتیلا بروایت حفص عن عاصم قرآن کریم کی تلاوت فرما کر آج کے اس مسابقہ تجوید و قرآت کو اختتام پذیر کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. الله الله سبحانه يا رب واذكر الله الله الله. ومن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين.
كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يا سلام، سلمنا صلى الله على حبيبه. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله سبحانك يا رب. الله الله إن الله هو الرزاق قوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل الذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Thank you.
لا تمام مصاحبین کو ایک ایک عدد دیا جا رہا ہے، فجزاک اللہ خیرا.